مع حلول أي ذكرى عن حرب أكتوبر أو أي مناسبة وطنية بتلاقي الناس حافظة ومتوقعة على المستوى الدرامي هي هتشوف إيه في القنوات، ما بين أفلام أكشن ومعارك رديئة التنفيذ ضعيفة الإنتاج لسبب لا يعلمه إلا الله، أو أبانا الذي في المخابرات الحربية، أو أعمال جاسوسية ومخابراتية مليانة بالمط والحشو مع نسبة لا بأس بيها من الهجايس لدرجة يعني تقترب من تصنيفها كوميدي. وفي وسط كل دول كان في واحدة اسمها إنعام محمد علي، مخرجة تلفزيونية متعودة في الغالب مع ميزانية ماسبيرو اللي شبه معدومة إنها تغزل برجل حمار وتعمل شغلها وفق الإمكانيات المتاحة. فوقعت تحت إيديها مجلدات الكاتب الصحفي والمؤرخ العسكري جمال الغيطاني اللي بجانب شغله كروائي اشتغل في فترة الحرب كمحرر عسكري لمؤسسة الأخبار في السويس ومدن القناة. وفي وسط حكاياته اللي اختلط فيها التوثيق والصحافة مع الحس الروائي كانت واحدة من أهم وأشهر مذكراته، وهي حكايات الغريب، واللي بتقرب من أحداث منسية بفعل فاعل ومسكوت عنها بشكل غريب، وهي الفترة اللي تبعت كارثة ثغرة الدفرسوار اللي يطول شرح تفاصيلها، اللي كان من نتائجها الحصار الكامل من الصهاينة لمدينة السويس بغرض السيطرة على المدينة بعد ما يحاولوا يفرضوا الاستسلام على أهلها كوسيلة للجيش الإسرائيلي لكسب أرض وفرض أمر واقع على الجيش الثالث الميداني. الحصار اللي استمر من 24 أكتوبر لحد ما انتهى في يناير 74. الفترة المنسية المهملة دي من تاريخنا اللي فشل فيها الصهاينة ان هم يفرضوا سيطرتهم ويحتلوا السويس رغم حجم الدمار ومحاولات التجويع والعطش وضرب كل المرافق ورغم عدد الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين، كانت الاحداث دي الملهمة للغيطاني ومن بعده انعام محمد علي مع تعديلاتها الخاصة في انهم يقربوا من اللي ما قربش منه حد قبله، من اللي استسهل وقضاها معارك واكشن واختزل الحرب في يوم 6 اكتوبر وانتصرنا والسلام عليكم. قربوا من الإنسان المواطن عسكري كان أو مدني ست أو راجل، الإنسان اللي داق مرارة النكسة وحس بالعجز والاستسلام وانتهاء الحلم والطموح وأحيانا حس باللامبالاة، واللي نفض كل الغبار ده لما حس إن بلده محتاجاله وحارب وواجه وحس إن الأرض والعرض شيء يستحق إنه يقاوم ويضحي عشانه، لكنه برضه فضل مجهول ومنسي لما نط على بطولاته غيره ونسبه كل تضحياته ليه. لكن الحقيقة مهما حاول أصحاب الرتب والناشين إن هم يخفوها لازم تبان ويتعرف إن البطل الحقيقي لو كان عايش أو مات شهيد اسمه كمال أو عوض أو زخاري مش مهم اللي اسمه أصلا، هو موجود في قلوب الناس وسيرته حاضرة في حكاياتهم حكايات الغريب. من بعد ملحمة الساعات الأولى من حرب أكتوبر وفي وقت كانت القاهرة وباقي المحافظات مع الإعلام والصحافة بتحتفل بالانتصار وعبور خط بارليف للدرجة اللي خلت كتير اعتبروا إن الليلة خلصت والانتصار الكامل اتحقق، لكن كانت هناك عند القناة ناس من نفس الشعب اختلط دمهم ومعاناتهم ومقاومتهم لفترة 4 شهور مع حوالي 5000 مجند وضابط دخلوا السويس كان معظمهم من بقايا الوحدات اللي لجأوا للمدينة بعد المعارك التعطيلية اللي قدروا عليها قدر الإمكان بعد ثغرة الدفرسوار، لغاية ما جاء يوم 23 أكتوبر بغارات إسرائيلية مش عادية على الشركات ونقط المرور والمستشفيات ومحطات البنزين. مش بس كده، عملوا خطة حصار كامل للمدينة للضغط على أعصاب سكانها وقطعوا ترعة السويس المتفرعة من ترعة الإسماعيلية اللي بتغذي المدينة بالمية العذبة، ودمروا شركة الضغط العالي اللي بتمد المدينة بالكهرباء وقطعوا كابلات التليفون، ده غير القصف العشوائي على الأحياء السكنية اللي خلف مئات الشهداء والجرحى. ومن اليوم ده انفصلت السويس عن العالم الخارجي لحد بيدخل ولا حد بيخرج منها، تمهيد لاستسلام كامل ومتوقع من أهل البلد اللي للغرابة بعد كل ده ما حصلش، واللي أساليب المقاومة والكماين والعمليات الفدائية اللي توحد فيها اللي بقيوا من سكان السويس مع العساكر يتحكى عنها مئات الحكايات والبطولات اللي بتتورث بين الأهالي من جيل لجيل. وفي وسط الظروف دي وعلى هامش نفس يوم بداية الحصار 23 أكتوبر كان في قصة جانبية في مؤسسة الأهرام، قصة شخصية حقيقية على عهد الجمال الغيطاني وشهادة كتير من أهل السويس لشخص بيشتغل سواق على عربيات نقل إصدارات المؤسسة اللي بتنقل بشكل يومي للسويس الجرايد والمجلات، السواق عبد العزيز محمود اللي رغم صدور الأوامر بوقف خط السفر للسويس من بعد 6 أكتوبر بسبب الخطر المحتمل من استمرار المعارك هناك وحواليها لكنه أصر على تحمل مسؤولية السفر لوحده وكتب إقرار بده
وبالفعل واصل شغله بشكل عادي ويومي لحد اليوم اللي دخل فيه السويس وبعدها حصل الإغلاق الكامل من وإلى المدينة. لكن اللي حصل من عبد العزيز السواق هادي الطبع اللي بياكل عيش وما كانش باين عليه أي ميول فدائية سبب دهشة لكل اللي يعرفوه. انضم للمقاومة الشعبية وتعلم بسرعة ازاي يستخدم سلاح ويرمي قنابل ويعمل كماين ويعمل إسعافات أولية للجرحى، واستمر في المقاومة لحد ما مات شهيد من ضمن الشهداء. ومن وحي مذكرات الغيطاني عن الشهيد عبد العزيز محمود أو الغريب زي ما أطلق عليه سكان السويس وقتها عشان كان من القاهرة، يظهر للعرض سنة 92 في المنى النهاردة حكايات الغريب، اللي رغم تكلفته البسيطة وإنتاج التلفزيون ليه وخلوه تماما من أي مشاهد أكشن وحرب ورصاص، صنفه كتير من النقاد كواحد من أهم الأفلام اللي اتكلمت عن حرب أكتوبر. ومش حرب أكتوبر بس، ما قبل حرب أكتوبر وما بعدها. حرب أكتوبر في عين وعقل المواطن البسيط اللي ده قهرت ومرارة النكسة، واللي قاوم وقاوح، اللي استشهد واللي اتصاب في صمت وهدوء من غير مقابل أو تمن أو طمع في مكسب أو مركز وشهرة ومجد، واللي عبر برضو عن العدو اللي موجود وسطنا واللي خطر وشره يتساوى بالظبط مع خطر عدو أو محتل للأرض، ونتائج السكوت عليه أو الاستسلام لجبروته وفساده هزيمة ونكسة ما تقلش عن نكسات الحروب والغارات والقصف. المواطن المنسي اللي بطولاته الحقيقية ونضاله الحقيقي وتضحياته هو بتدارى وبيتم السطو عليها ونسبتها للي ما عملوش حاجة، وبيترقوا على حسها ويتسموا قادة وياخدوا بسببها الأوسمة والنياشين. بيبدأ الفيلم داخل مؤسسة صحفية يوم 4 فبراير سنة 74 اللي قررت كتابة مذكرة عن تغيب سواق شغال فيها لمدة تجاوزت الأربع شهور تبدأ من 23 أكتوبر 73، ومعاه عهدة تتمثل في جرائد وكتب ومجلات تمنهم يوصل ل5000 جنيه زائد العربية نفسها. تتشكل لجنة من 2 موظفين مهمتهم يدوروا عليه ويعرفوا مصير العهدة اللي مضي عليها. من أول لحظة هتبان بسهولة طبيعة الاتنين الموظفين اللي مختلفين عن بعض في السمات الشخصية. هنلاقي طايع راجل عقلاني هادي مرن أكتر وبياخد ودي في الكلام، وهنلاقي على النقيض شوقي موظف ما يختلفش عنه في الغلب وبساطة الحال، لكن بيجري في دمه الروتين والبيروقراطية واهتمامه الأول والأخير بالورق والمستندات والسجلات. الجورنال يكلفهم الأول بالبحث عنه في عنوانه في القاهرة، ولو ما وصلتوش لحاجة هتطلعوا السويس تسألوا عنه وعن العهدة والعربية. أهم حاجة العهدة والعربية. يوصلوا بيته عشان يلاقوا أمه وفي الشقة اللي قصاده صاحبه وجاره حسن فاكرين إنه عنده أخبار عنه. عبد الرحمن غايب عن الكل ومحدش عارف له طريق، وحسن وصاحبهم الثالث المطرب سيد يا ما راحوا السويس لقرايبهم يسألوا عنه وبرضه ملوش أثر. عبد الرحمن كان خاطب أخت جاره حسن اللي في اللحظة دي كانت متجوزة بالغصب من شفيق اللي اتجوزها بعد ما أقنع أهلها يفسخوا خطوبتها من عبد الرحمن. شفيق الرأسمالي اللي بيبيع عربيات وبيشغل تاكسيات لحسابه بالورديات، واللي في نفس الوقت موظف فاسد وحرامي سوق سودا في جمعية الحي الاستهلاكية. الاتنين موظفين يسمعوا كتير للأم والحسن عن عبد الرحمن ومعاناته ونفسيته اللي كانت مش مستقر، يكون عادي أوقات ويسكت ساعات ويبكي ساعات، يغيب فجأة من غير إنذار ويظهر تاني. خطوبته لأخت صاحبه حسن كانت عن حب، وكانت تقريبا آخر حاجة حلوة في حياته بعد استشهاد الأخ في حروب الاستنزاف وموت بنت أخته في غارات الطائرات الصهيونية على مدرسة بحر البقر. الاثنين الموظفين كالعادة واحد منهم بيسمع ويتأثر ويحس، والتاني كل اللي شاغل باله العهدة والعربية وابنك يا حاجة اللي معاه مسؤولية توديه السجن. الاثنين ما يوصلوش لحاجة، وكلام صحاب وام عبد الرحمن يزيدهم حيرة، فيقرروا يتنقلوا على الحل التاني وهو السفر ومعهم حسن وسيد للسويس، يحاولوا يمسكوا أي طرف خيط يوصلهم لمعلومة عن لغز اختفاء عبد الرحمن. وفي السويس وفي رحلتهم مع الأهالي والأماكن اللي فيها لسه باقي آثار من الخراب والدمار، يعتمد الفيلم على طريقة المزج بين الحاضر وهو البحث المستمر عنه وبين الفلاش باك اللي بيفتكروا صحابه مع كل حد بيقابلوه ويوروه صورته فيحكي لهم عن شهامته وشجاعته اللي كان الكلام عنها متناقض تماما عن عبد الرحمن اللي عرفوه عاشوه. عبد الرحمن المواطن اللي البحث عنه أساسا جيت أهميته بالنسبة للدولة من البحث عن العهدة والعربية اللي معاه، وللموظفين كمأمورية تقيلة على القلب يتمنوا تخلص بسرعة عشان يكتبوا تقريرهم ويسلمون رؤسائهم. لكن الفيلم كان بيدور ويخلي المشاهد يدور معاه على عبد الرحمن الإنسان مش السواق الغايب. كل واحد يشوف نفسه في ملامحه وأوجاعه ويأسه. المواطن اللي عاش في الوقت ده من عمر البلد مصاحبه الموت، مش بس على الجبهة وسط المعارك والرصاص والقذائف، عاش وموت اليأس وإحساس الهزيمة محوطه وسط المجتمع اللي حواليه. المجتمع اللي فيه شفيق اللي بايع له بالقسط تاكسي بايظ ومضيع على كمبيالات، ولما طلبوا منه هو واصحابه يصبر عليه كام شهر اتبلى عليه انه ضربه وعوره، ولما خده على الاسم
ساومه ما بين الحبس او انه يتنزل له عن التاكسي اللي كان لسه ما خلص الاقساط اللي عليه، وبكل سلبيه وياس اداله المفاتيح. عبد الرحمن اللي شفيق نفسه دونا عن كل البنات ما اختارش غير خطيبته يحط عينه عليها ويقنع ابوها وامها يتجوزها هو ويزغلل عينيهم بالفلوس والشبكه مع تاكسي يديه لابوها ويبقى ملكه. طوفان من الهزايم والاحباطات كان محاوط الناس البسيطه اللي كانوا اكتر فئه كسرها الحرب نفسيا وماديا، في وسط مجتمع تاني موازي كان موجود ساعتها وعايش بنظريه ان خرب بيت ابوك الحق خد لك منه قالب. فهنلاقي في مشهد من المشاهد سيد صاحبهم المطرب واخدهم لحفله في بيت هيغني فيه ويطلع له منها بقرشين. هنلاقي عالم تاني من الرقص والضحك والحشيش، عالم مش لايق عليه ان سيد يمسك عوده ويغني اغاني وطنيه وحماسيه فيه. الاغاني اللي فصلتهم واعتبروها لحظات عكننه مزاجهم وطلبوا منه يغني الطش تقلي واغاني الهلس اللي انتشرت وقتها من بعد النكسه، واللي ما كانش قدام سيد غير انه يجاريهم ويجاري المجتمع كله فيها عشان يعرف ياكل عيش بفن. يوصل لاربعة السويس حسن وسيد ومعاهم طايل وشوي موظفين عشان يقابلوا اول واحد وهو الكابتن غزالي شاعر المقاومه الشعبيه ومؤسس فرقه اولاد الارض. يوروا صورة عبد الرحمن على أمل أنه يتعرف عليه، وينط شوق الموظف الروتيني في الكلام ويقول له عاوزين نثبت للمؤسسة أنه مات، فيقول لهم ده الغريب واللي عرفه أنه لسه عايش. يقولوا له ده عبد الرحمن سواق الشركة وهو مصمم أنه الغريب الفدائي وأنه مش ممكن يتوه عنه أبدا. لقائهم بالكابتن غزالي يزود حيرتهم ويمشوا وهم مقتنعين أنه بيشبه عليه وافتكروا حد ثاني، وتبدأ محاولة جديدة يكون بطلها الموظف شوقي في مستشفى السويس العام اللي يقابل المدير ويطلب منه بيانات وسجلات المستشفى عن الوفيات والمصابين. فيقول للدكتور السجلات مش هتنفعك، اغلبها اتحرق في الغارات، وكمان ما كانش عندنا وقت نسجل بيانات كل اللي بيخشوا او يطلعوا. شوقي اللي وظيفته واسلوب حياته عموما مش مستوعب الكلام ده، فيقول له معقول يا فندم ده اهم حاجه في المستشفى السجلات؟ الدكتور اللي عاش وعاصر وشاف بعينيه يعني ايه حرب يقول له اهم حاجه في المستشفى علاج الناس وانقاذ حياتهم حتى لو ما عرفناش هم مين واساميهم ايه. انت ما تعرفش يعني ايه حرب وحصار وغارات اصلا، ولا عشت الحرب ولا شفتها. شوقي يقول له كده يبقى في خلل هنا، المذكور في عهدته عهده وعربيه. فيقول له الدكتور الخلل مش في الورق، الخلل في العقول والقلوب. بكلمك عن انسان اعتبروه مات شهيد واعتبروا العربيه اتكهنت تقول لي ورق؟ الدكتور اخر ما زهق وتاكد انه قدام اله مش بني ادم قال له حاضر من عيني هريحك، ومسك التقرير بتاعه وكتب له عليه نعتذر عن تقديم اي بيانات بسبب احتراق سجلات المستشفى اثناء ضربها بغارات العدو الاسرائيلي. ارتحت كده، ما تنساش وانت ماشي تختمها. على الناحيه الثانيه كان طايل اللي اعقل منه شويه وانساني اكتر كان في قسم من الاقسام، فاقترح عليه المامور يروح لنقطه التفتيش على الطريق يشوف السجل بتاعها يمكن يعرف العربيه دخلت وخرجت امتى، وهناك يقابل العسكري اللي بالبحث في الدفتر يقول له فعلا ماركه العربيه واسم السواق ومعاد دخولهم 23 اكتوبر. طايل يفرح جدا ويحس ان هم ما بيجروش ورا سراب، فيقول له حلو قوي خرجت امتى بقى؟ العسكري يقول له ما خرجتش بعدها على طول، الطريق اتقفل لا عربيه دخلت ولا خرجت. طايل يقول له طب والسواق نفسه ما شفتوش تاني من بعدها؟ ويوريه صورته. العسكري يبتسم ويقول له ده كمال، طايل اللي لسه سامع من شاعر المقاومه ان اسمه الغريب. فيقول له كمال مين ده كمان؟ ده عبد الرحمن سواق عربيه الصحافه اللي بندور عليه. العسكري بكل ثقه يقول له ده كمال، انا مش ممكن اتوه عنه، اخر مره شفته كنا في اواخر اكتوبر وطيارات اليهود بالليل كانت ماليه السماء، طلع من المخبأ اللي كنا فيه وفضل يحدف عليهم طوب وهو بيزعق بره يا اولاد الكلب، هي دي الطياره اللي قتلت امل في بحر البقر. ويفشل طايل انه يقنعه ان ده عبد الرحمن سواق الصحافه ويمشي. تستمر محاولات البحث عن عبد الرحمن وعن العربيه في الاماكن اللي تخصصت لتخزين الحطام. هنلاقي شوقي الروتيني على وشه علامات الضيق ونفاذ الصبر وهو بيدور وسط الخرده وعاوز يغمض عينه ويفتحها والمأموريه تخلص بتأكيد خبر موته وخلاص. لكن طايل اللي عينيه بدأت تتابع الحطام وحجم الدمار ومناظر البيوت المتهدمه اللي أكيد كان جواها أسر وحياه وحكايات وأحلام، ويبدأ يسرح ويستوعب حقيقة اللي عاشوه الناس، وهو بيقول لشوقي الحقيقة اللي غايبة عن كتير من الناس، اللي شاف وعاش الحرب غير اللي سمع عنها خالص. في الوقت ده يستأذنهم حسن صديق عبد الرحمن يرجع مصر يومين يشوف خطيبته. حسن اللي لسه بيدور على الصديق الغايب يتصدم في هزيمة جديدة بعد أكتوبر عاشها المصريين، هزيمة الانتماء لبلد حاربه عشانها وسعي الناس اللي الحرب المفروض قامت عشان تحسن حالهم للسفر لدول الخليج بعد ما اكتشفوا ان نتائج الحرب وغنائمها ما كانتش ليهم ولا مكتسباتها هم اللي استمتعوا بيها، فيتصدم بقرار خطيبته السفر لدولة خليجية. هناك بقى البترول والفلوس، الأمل في حياة أحسن بعيد عن بلد كان الكل عايش على أمل تعميرها، وان اللي حارب وضحى واكتر حد عانى من اثرها هو اللي كان متوقع انه
هيتصدر الواجهة وهو اللي هيتكلف ببناها وتعميرها والطلوع بيها لقدام. لكن الحقيقة انه حارب ودلوقتي بيسمع كمان حكايات بطولة وشجاعة من صاحبه اللي كان محبط وسلبي ويائس، لكن برضه لسه شفيق اللي سرق اخته من خطيبها، مستمر في سرقة قوت الناس في المجمعات الاستهلاكية، ولسه سيد صاحبهم مضطر يغني يا واد يا تقيل والطش تقلي عشان يعرف ياكل عيش. حسن المرة دي يرجع تاني للسويس للبحث عن عبد الرحمن، لكن معاه كانت جميلة خطيبة عبد الرحمن والزوجة اللي متمردة على شفيق الرأسمالي الفاسد اللي أصرت تروح تطمن على عبد الرحمن وتعرف مصيره. وهناك يجمعهم الكابتن غزالي بالحاج شاكر أبو المجاهدين، كنز الحكايات والبطولات والأسماء، مؤرخ المقاومة اللي عاصر عمليات الفدائيين والعساكر، اللي أول ما يشوف الصورة يقول لهم ده الغريب ومين ينساه، يقولوا له ده عبد الرحمن سواق عربية الصحافة. جميلة وأصحابها يقولوا له يطلع زي ما يطلع، المهم طمنا عليه هو حي ولا ميت، ولو عايش أراضيه فين؟ يقول لهم مالوش أرض ولا سكن معين، كل بيوت السويس بيته، اللي يقول عايش واللي يقول استشهد، ده من أبطال معركة الأربعين والشهداء وكبر الزراير. جميلة اللي تسمع الكلام ده عن خطيبها اللي كان متملكه اليأس والاكتئاب والضياع، فتقول له عبد الرحمن عمل كده، فيقول لها الغريب، اسمه الغريب، آخر مرة شفته كان مع الفدائيين عند كبر الهويس، كان ولد ما جابتهوش ولادة. حسن وسيد وجميلة يسمعوا الكلام ده عن شخص شافوا إيمانه اللي كان مفقود وهزيمته النفسية اللي كانت مخلية سلبي، فيسألوا بنفس الاستغراب عبد الرحمن؟ وبرضه الراجل مصمم إنه الغريب. الحاج شاكر يبص للكابتن غزالي ويقول له خليهم يقابلوا أمه الحاج. وهناك تقابلهم ست كبيرة شكلها وهيئتها مألوفة، ملامح كل أم مصرية، في بيت قديم باين عليه لسه أثار القصف. تقابلهم بنفس لمبة الجاز اللي كانت معتادة تنور للناس في غياب الكهرباء اللي قطعها العدو، وشبابيك البيت لسها مرشوشة بالزهرة الزرقاء حيلة كل أهالي السويس وقت الحصار في حجب ضوء اجتماعهم عن عيون طيارات العدو. تخش بيهم لأوضة على حيطانها صور كتير لناس مالية المساحات كلها، ممزوجة مع منشتات صحف ويفط عليها شعارات الحرب والمقاومة كأنها لوحة فنية في متحف تاريخي. تقول لهم أيوة ابني، كل عيل من عيال السويس يبقى ابني. ولما يسألوها عن كم الصور الكتيرة دي تقول لهم صور ولادي اللي من السويس واللي من مصر واللي من الصعيد واسكندرية والفلاحين، منهم اللي استشهد ومنهم اللي رجع بلده بعد الحرب، كانوا بيتداروا عندي بعد العمليات ياكلوا ويشربوا الشاي ويرجعوا تاني. ولما يسألوها عن البيادات والخوز والمتعلقات اللي حطاها في الأوضة تقول لهم سابوا لي حاجتهم ذكرى عشان تفكرني بيهم، فاكرني هنساهم. جميلة تلمح صورة عبد الرحمن على الحيطة وتقول عبد الرحمن اهو، تقول لها لا ده ابني خلف، كان شبه ابني وأول ما شفته لقيتني بقول له يا خلف، ومعرفش هو فين دلوقتي، محدش شافه من بعد الحرب ما خلصت، بس أكيد راجع، أنا مستنية دخلته عليا في أي وقت. يمشوا كالعادة من غير ما يوصلوا لحاجة ويستمر سؤالهم لكل اللي قبله، وتستمر الإجابات المختلفة اللي كلها إجماع على إن الغريب كان حاضر في كل وقت مع زمايله في المقاومة. كان زخاري اللي شارك في حفر البير اللي شرب المحافظة كلها مية بعد ما قطعوا الصهاينة المية الحلو، كان بيحفر خنادق يعمل متاريس بالعربيات وفرد الكاوتش، حتى إمام الجامع لما تعور في معركة الغريب كان بيقوم المصلين. طايل وشوقي يختموا مأموريتهم العجيبة في مستشفى ويقابلوا رائد جيش من مصاب الحرب اللي فقدوا أطرافهم وكان ماسك المقاومة الشعبية في السويس وقت الحصار. الرائد يسأل طايل مين اللي قالك إن ده اسمه عبد الرحمن؟ طايل يقول له بعد اللي شفناه وسمعناه عنه ما عادش يفرق معايا اسمه، أنا عاوز أعرف صاحب الصورة دي فين؟ فيقول له ده العريف حسن، مات الساعة 2:30 في 6 أكتوبر اللي فات. لما شوقي يقول له ما كانش في السويس يوم 6 أكتوبر، الرائد يصمم إنه مات في 6 أكتوبر، يقول لهم أنا اللي مربيه، ده أول جندي مصري يحط رجله على أرض سيناء في أكتوبر، هو اللي زرع العلم فوق أعلى نقطة في خط بارليف واستشهد برصاص العدو. يقولوا له ما دخلش الجيش أصلا ومعانا في ملف وشهادة الإعفاء بتاعته. بالظبط يقول لهم مش عاوز ملفات وورق، أنا مش هتوه عن حسن، واللي عاوز يصدق يصدق واللي ما صدقش هو حر. شوقي اللي بالنسبة له المهمة انتهت وزهق واعتبرها مأمورية فاشلة بعدم نجاحه إنه يثبت أي حاجة أو يلاقي العربية والعهدة، لكن طايل اللي وصلته الرسالة ولمست حالة إنسانية جواه، حالة تعلى بكتير عن جمود الورق والسجلات والمستندات، فيقول له ارجع انت مصر وانا هقعد يومين في السويس وكمل انا التقرير اللي تعبك ده بمعرفتي. ويوصل الفيلم لمشاهده الاخيرة بعربية نقل جواها طايل وفي صندوقها حسن وسيد وجميلة بميكروفون، بيلفوا في شوارع السويس يندهوا على الغريب وفي ايدهم صورته ويسمعوا اجابات الناس في كل شارع وحارة، ده عواد انا شفته في ميدان 40، لا ده أشرف كان مع إبراهيم سليمان عند سينما رويال وهم اللي ضربوا الدبابة اللي هناك، ده مصطفى اللي استشهد عند مزلقان البراجيل. وينتهي الفيلم بالسطر الأخير من تقرير الموظف طايل، أعتذر عن تقديم أي مستندات أو تفاصيل عن الواقعة المذكورة وأقر على مسؤوليتي أن السائق عبد الرحمن أو أيا كان اسمه
قد منحنا شرف أرجو أن نستحقه. وتنزل كلمة النهاية عشان نعرف أن رحلة البحث عن عبد الرحمن كانت بحث عن الرمز، عن المواطن اللي يطلع زي ما يطلع، اللي شال على كتفه حمل الهزيمة والنكسة، واللي كان قادر على كسرها مع أول خيط أمل يخليه يستمر ويتعلق بالحياة وبالوطن. الرحلة كانت بتدور على كل شهداء الحرب. الغريب هو المواطن اللي بندور عليه وبيدور علينا، وكلنا بندور على الوطن. الغريب هو اللي اتطحن في مطحنة الصبر والانتظار والحرب وكملت عليه مطحنة الحياة بعدها، وأصبح مجرد رقم في مستندات وسجلات، أصبح مجرد غريب. نشوفكم على خير إن شاء الله.